صيدا اللي كانت مهملة لسنوات بسبب جبل النفايات اللي غيب المعالم السياحية للمدينة عم تحتضن اليوم أول حديقة مائية بلبنان والأولى من نوعها بالبحر المتوسط بمبادرة من جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا. أشهر طويلة من العمل الجاد لإنجاز حديقة صيدون المائية بالتزامن مع إعادة إحياء شاطئ الزيرة وتنظيفه وجعله مؤهل لاستقبال السياح والسباحين ولاستضافة نشاطات سياحية متنوعة. صار في اهتمام بهذا المكان لأنه هذا هناك رابط معنوي بين أهالي صيدا وهذا المكان من زمان، فأعدنا هذا الرابط المعنوي وأعدنا هذه الروح التاريخية لأهل مدينة صيدا وأنشأنا جمعية اسمها جمعية أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا. عملنا حديقة بنص البحر، طبعا الفضل الكبير بعود لقيادة الجيش اللبناني اللي وافقت تعطينا الآليات اللي هن عبارة عن 6 دبابات و4 ناقلات جنت، والحمد لله يعني خلال سنة من العمل قدرنا نحقق هذا الهدف وننشئ هذه الحديقة. 10 آليات تابعة للجيش اللبناني خرجت من الخدمة البرية لتشكل اليوم نواة الحديقة بأعماق بحر صيدا واللي حتغني الثروة السمكية وتزيد السمك الموسمي خدمة لصيادي المنطقة وتصير مقصد للغواصين المحترفين وهواة الغوص الحر وتحقق حلم انتظرته طويلا نقابة الغواصين المحترفين بلبنان. هي حلم لأنه نحن عم نخلق شيء من لا شيء، عم نخلق حديقة تحت الماء. أولا هي نقطة جذب للثروة السمكية، نقطة للتنوع البيولوجي تيغنى بالمنطقة ويزيد. هالدبابات قطع حديد، هي الحديد بينمى عليها الطحالب البحرية والأعشاب والإسفنج، فيها الأسماك يعني تعشعش بيناتهم، فيها تضع بيوضة، فيها الشعب المرجانية تربع على هذه الآليات وتصبح ملاذ يعني جميل جدا لمحبي الغوص والغوص الحر. نحن بعد بنحلم نحط طيارات هون حد منا، وإن شاء الله عنا أمل هلأ نسلم طيارات تنحطهم كمان بالحديقة هيدي نزينها بالطيارات، بس في تنوع عنا يعني بين طيارات وبين دبابات. المشروع ما انتهى، فممكن تستقبل الحديقة زوار من غير الغواصين بواسطة مركب زجاجة وغواصة صغيرة رح يتم استحداثهم بظل منع صارم للصيد بمحيط الحديقة للحفاظ عليها وضمان تحويلها لنقطة سياحية جذابة. هي حتكون أكبر حديقة موجودة على البحر الأبيض المتوسط، على حوض البحر الأبيض المتوسط، وحتكون مكان يعني يقصده كل غواصي ومحبي الغوص في لبنان لحتى يجي يغوصوا. أعداد الغواصين بتزايد مستمر يوميا من لبنان، من صيدا، من خير الصيدا، من كل الأراضي اللبنانية وحتى من برات لبنان عم يجوا تيشوفوا الحديقة هيدي. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.